في عيلة فيهم بنات ما كان حدا يتقدم لهم. اجاهم شاب سالوا اخوهم بتصلي؟ ما جاوب، حمل حاله راح ما عاد رجع. وقفعوا عليه البنات، ايه ما صدقنا امتى يجي ابن حلال، ضروري تساله بيصلي او ما بيصلي. لكن ان شاء الله عمره ما يصلي. شو بدنا فيه؟ المهم نتزوج. اي نعم. لكانوا اول شيء يسالوا ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. اي نعم. اليوم ما بيسالوا بيصلي ما بيصلي ما حدا بيسال. اعجب من هيك، مره كنت ماشي مع الشيخ سليمان الدوس. شيخ سليمان الدوس رحمة الله عليه كان سيدنا الشيخ محمود بعيون الرنكوسي يقول له أنت من سلالة أبو هريرة، أنه سيدنا أبو هريرة دوسي. فهذا سليمان الدوس إيه نعم ما شفت ألطف منه بحياتي. جبة وهو إيش نحيف هيك ناعم، وبتلبق الجبة للمشايخ الناعمين. فبتلاقي أحيانا المشايخ كرشون هيك ولابسين إيه نعم هالجبة، والجبة مفتوحة من عند بطنه بالنص إيه نعم مشان طالع القلابية البيضة. فبتلبق له القلابيه واللفه على طربوش سبحان الذي خلقه. كان يطلع من البيت الصبح مشان يجيب له المسبحه ما يرجع للساعه 12 بالليل، يرجع بالصحن فاضي. بس يطلع على الشارع الناس لكم شو بالشارع؟ شيخنا تعال في مساله، شيخنا في فتوى، شيخنا كذا، يروح مع هذول، يروح مع هذول، يروح مع هذول، اي نعم، يروح عليه نهار كلياته. فمره ماشي انا وياه بالشارع، اجى زلمه سال، قال له والله تقدم واحد لبنتي. اي نعم، عنده سياره وعنده بيت وعنده محل. بس ما سألناه عن دينه، طلع مو مسلم. قال له كتبنا له كتاب براني وردد ورا الشيخ يعني. اي نعم. وتزوجوا، قال له بعد فتره بندرى انه مو مسلم من ديانات ثانيه. انا ما عاد احسن اتحمل، تركت الشيخ ومشيت. لانه شيء ما بيتحمله العقل. سألت على السياره والبيت والمحل، ما سألت عن دينه. ما سألت. اي نعم. وفي ناس اسمائها ما بتدلك على انه من غير ديننا. الاسم زياد، اي نعم، اسم كذا، اسم ما بيبين لك انه والله من غير ديننا. اما مثلا لو اسمه احمد محمد كنا عرفنا انه اي نعم انه رجل من ديننا. بس اما اسمه ما يبين عليه، راح زوجوا اياها. والشيخ باله طويل. الشيخ بيسمع وبيروح معهم وبيبين له انه شهاده النكاح اي نعم باطل، وبيبين لهم كذا وهي. ايه انا ما يعني خاصة اول توبتي ما كنت اتحمل ابدا، بس اسمع مخالفة شرعية يشت عقلي.